صدق يا مريم، انا مش قادر ابطل التفكير في الكلام اللي قاله الاستاذ رأفت والدك. في حاجه تانية عايز اقول لك عليها بس خايف بصراحه من رد فعلك. انا سمعت صوتك انت بتغني لفيروز، صوتك حلو قوي. لا 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 تميمة مفيش اي اخبار عنها ولا حتى ظهرت في الحاره. اكيد لو ظهرت هتكلمني، انا متاكد من كده. طيب حاضر، هطمني. اوكي ماشي، مع السلامه. اسلم نفسي والله عشان اريح لك ضميرك. مالك؟ زعلان منك قوي 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 على فكره. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ انت ليه ما بتجيش تقعدي معايا في المحل؟ الشغل والله العظيم الشغل كله فوق دماغي. ده حتى البي صاحب الفيلا النهارده اداني اجازه كده نص يوم عشان اريح، عنده حفله بالليل كبيره قوي لازم ابقى موجوده. ما تسيبك من الشغلانه دي، وقلت لك تعالى معايا في المحل وبلاش شغل البيوت. احنا اتفقنا على ايه؟ مش احنا قلنا ان ده مش شغل بيوت؟ وبعدين انت لسه فاتح المحل وبتقول يا كريم، سيبها على الله لما تمشي كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. ماشي يا قمر. انا نازل، عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك. هو انت رايح فين؟ هزور واحد صاحبي في الظاهر، يمكن اتاخر شويه. طب توصل بالسلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. الله يسلمك. تعالى. ساتر خرج، تقوليش كرشة نفس وانزحت؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ هو ده الشغل؟ ها؟ ما قالكيش هاخدك على فين؟ لا ما قاليش. شفتي بقى؟ عشان تبقي تسمعي كلامي. بس خلي بالك. ايه؟ انا ليا فيه النص. هو ايه ده ان شاء الله؟ العز يا بنت اللي هتبقي فيه. سيبيني افكر. ها؟ هيجيلك الساعة كام؟ قالي كمان ساعة. عايز يبعت لي العربية على البيت، بس أنا قلت له لأ، خلي العربية تجيلي على أول الحارة أحسن، عشان أنا مش عايزة حد يبص لي، عشان عينين الناس الله أكبر في عينيهم. يا سلام يا بنت. تحفة. هيكتب لك الساعة دي والله. أيوة ما أنا واخدة بالي. سيبي ده فستاني، ده بتاعي. قمر بصي عليا هيبقى يجنن. بصي. فظيع. الله أكبر، خمسة وخميس عليكي. عليا النعمة اللي أنت بتعمله ده اسمه عتا.
انت متهيألك لما تقعد تدور في الجرايد كده هتلاقي وظيفه احسن من انت سبتها. ده انت اخرك مندوب مبيعات، حاجه منتهى العته يعني. ده انت لو بتخطط لمستقبلك زي ما بتخطط البيجامه بتاعتك كان زمانك رئيس جمهوريه دلوقتي. ياد حرام عليك الواد. يا عم بحاول افهمه حاجه. كمل 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 يا نجم، كلامك كله حكم. خد دي. ماشي. جمال اللي مسرح الواد بكره عايزنا معاه. ما اتفاجئتش. 25% 10 على 10. بس خلي بالك ده عامل تارجت في السنه 5 مليون جنيه. كم؟ 5 مليون جنيه. وانا هنبيع حشيش ب5 مليون جنيه لمين؟ ما هو ده اللي مجنني. انا من ساعتها عمال الف في الشوارع زي المجنون، مش عارف اعمل ايه. اقول اه ولا اقول لا ولا اعمل ايه بالظبط؟ لا يا عم في ايه، قول اه طبعا. خلي بالك اللعب مع بكره حاجه، وانك تنزل الملعب مع واحد زي جمال ده قصة تانية خالص. بص العب مع بكرة، انزل الملعب مع جمال ده، مع جمال حمزة، انا ماليش دعوة، أهم حاجة رصيدي في البنك كام؟ اوعى اوعى حبيبة القلب يا عمنا. لا انسى. أنا مفكرك، أنا عايزك تشوف وتفهم وتعرف اللي ما تعرفوش. يا عمنا النسوان عايزة الفلوس، والفلوس مع الكبار، والكبار شغالين في الممنوع، والممنوع مرغوب. يعني عايز تقب على وش الدنيا بقى وتكدس سنيوره يبقى لازم تقول اه. اه يا حسني، بس يعني ما ينفعش الواحد يعمل كده. يعمل كده ايه؟ خايف يعني تخش السجن ولا حاجه؟ ما تخافش يا اخويا، اديك هتاكل وتنام وتشرب ببلاش. يا عم انت بتقول كده عشان رجلك بره بس، امسك. اسمع انا هروح اقول له انا معاك وبين ايديك. فكر انت بقى ورثه وشوف هتعمل ايه. يعني ما كانش معاها اي حاجه تدل على شخصيتها، ولا حتى تليفون عليه اي ارقام نتصل بيها؟ لا خالص يا دكتور. على كل حال هي بقت كويسه، اول ما تصحى تخرج على طول، احنا مش ناقصين. ماشي يا دكتور. يا اختي انت لسه هتسبلي لي؟ الدكتور كتب لك على خروج، شوفي مصيبتك ايه ولا جايه لنا من اي داي؟ احنا كل يوم في المصايب دي. منك لله اللي كنت السبب، منك لله. اروح فين بس يا ربي؟ اروح فين؟ يا لهوي، تميمة بنت تميمة.
بنت عامله كده ليه؟ يا بنت انتقلتي خرصتي ولا ايه؟ يحرقك يا جابر مطرح ما انت قاعد يا اختي، يحرق الرجاله كلها. مالك يا حبيبتي؟ تعالي تعالي يا اختي، تعالي معايا. اتفضلي يا هاله، اتفضلي. ايه بقى ده بقى؟ لا لا لا، انا ما بحبش التكشيره دي ابدا ابدا. مفيش حاجه. قولي لي بقى، تحب نقعد هنا ولا في البلكونه؟ لا مفيش داعي للبلكونه، حد يشوفك ولا حاجه يعني. طب اتفضلي، اتفضلي اتفضلي اقعدي. شوفي بقى يا هاله، من بداية التريقه انا ما بحبش حد يزعجني ابدا، واحساسي ان انا متراقب بيزعجني جدا. اي كافيه او مطعم او حتى اوتيل كل اللي فيه يعرفوني وهيراقبوني، وده احساس مش هيعجبني ابدا. مش عارفه بصراحه، انت محسسني ان انا ماجده وانت فريد شوقي فجاه. يبقى فين العامله السودا بقى؟ اقول لك، انت جميله جدا يا هاله، اجمل مما اي حد يتصور، بس في نفس الوقت انا ما بحبش اعمل حاجه في الحرام، وبرضه في نفس الوقت ما بحبش اعمل اي حاجه تاذيني او تضر بشغلي او سمعتي. انا هتكلم معاك بصراحه يا هاله عشان يبقى كل واحد فينا على نور، وما تجيش في يوم من الايام تقولي ان انا كذبت عليكي. على طول كده؟ طب يعني واحدة واحدة عليا، سيبني اخد نفسي الأول يعني، سيبنا نتكلم مع بعض، ناخد على بعض. بعدين هو في راجل يقول لواحدة انت هتوسخي سمعتي؟ أنا بكلمك بصراحة، لأن بصراحة كده من غير تعقيد وببساطة وزي ما هو، أنا عايزك لأنك عجباني وأنا بحب أبقى مبسوط قوي. إيه رأيك نتجوز؟ شهر، اتنين، تلاتة، زي ما احنا عايزين، وأي مبلغ أنت عايزاه. شهر، اتنين، تلاتة؟ وده يبقى جواز يا عبد العزيز بيه؟ وعليا النعمة أنت ما بيه، ولا تعرف حاجة عن البهوية ولا عملك بيه ظالمة. إيه رأيك 70,000 جنيه؟ يا عم انا ماشيه. بقول لك ايه، اديك عرفت مكان الشقه، لو جيت الشغل بكره اعتبر دي موافقه منك. ايه اصله ده؟ الراجل ده تعطي قطعك. هتيجي عمرك كام سنة يا علي؟ وفاضل فيه كام سنة عشان تحبي وتتحبي وتعيشي زي كل البنات؟ حب ايه؟ جواز ايه؟ اتجوز عشان اخلف ولد ولا بنت يعيشوا في الفقر اللي انا عشت فيه؟ وليه يعيشوا في الفقر وانا عندي ورث ابويا اللي يخليني اعيش ملكة؟ ليه عملتي فيا كده؟ ليه ما رحتيش وقلبتي الدنيا عليهم؟ ليه ما دفعتيش عن حقي؟ ليه فضلتي الفقر والعوزة؟ عندك حق يا ليلى، الخوف والضعف هو اللي خلاها خايفة وخلاها تعيش في الهم اللي احنا فيه ده، بس أنا هاخد حقي. لا أنا ضعيفة ولا قليلة الحيلة، ومش هكون زي أمي قاعدة جنب الحيطة تندب حظها وتقول الحمد لله على نعمة الفقر. اهلا يا خالتي. امك نايمه ولا صاحيه؟ والله نايمه بس تعبانه شويه. إيه طب اروح واجي لها وقت تاني. لا لا ما يصحش معقول تيجي وتمشي كده على طول، اشربي حاجه او حتى ارتاحي من السلم. اتفضلي. كلك ذوق زي امك. امي
طيب تعالي تعالي اقعدي يا علي. هروح اعمل لك بس الشاي واجي. يا بنتي وانا طول النهار ورايا غير طفحان الشاي والقهوه. تعالي اقعدي. مالك يا علي؟ انا كل ما اشوفك كده الاقيكي مركبه الوش الخشن. ما تضحكي كده، ما تفرجيه عشان ربنا يفرجها عليك. اضحك على ايه يا خالتي؟ انت مش شايفه الحلو اللي احنا فيه؟ من عندك ولا من عند اللي خلقك؟ من عندي ومن عند امي كمان. يا بتقول استغفر الله العظيم، هو المرض بايد الواحد؟ يا خالتي انا مش بعترض على المرض، انا راضيه بالمرض واللي اكتر منه كمان، بس اللي انا فيه انا وامي ده بمزاجنا وبايد ابويا وبايد امي كمان. يعني ايه؟ مانيش فاهمه. مش مهم تفهمي، انا هقوم اعمل شاي. يا عليا كنت عايزانا اروح ابوس على ايدهم عشان ناخد حقنا. كنت عايزانا اخالف امر ابوك يا عليا. كنت عايزاني اروح اقول لهم اه والله ده انتوا كان عندكم حق، ده حتى مات مش لاقي ياكل، مات ما سابش وراه غير معاش يا دوب يكفي عيل صغير. كنت عايزانا اروح اقول لهم كده يا عليا. كنت عايزاهم يشمتوا فينا. ما يشمتوا يا ام، ما يشمتوا. هو ايه يعني شماتك كانت هتزق فينا؟ ما يشمتوا ولا نعيش كده؟ يا ام ده انا لفيت البيوت وسفيت التراب واشتغلت خدامه وسمعت كلام ما حدش يرضى يسمعه وسكت واتقال عليا اللي ما يتقالش وبرضه سكت. كل ده عشان ايه؟ عشان لقمه العيش؟ يخرب بيت لقمه العيش اللي تسفف لوحد التراب. يعني قصدك ان انا السبب؟ اه انت السبب وابويا كمان السبب. ما تقولي حاجه يا فتحية. أقول الحق وما تزعليش. عالية عندها حق. أنت من بكرة الصبح تلبسي هدومك وتروحي تدوري على حق بنتك، وبلاش الكلام الفارغ اللي أنت عمالة بتقوليه كل شوية. والحق ما يزعلش. وأنت مش بتدوري على حقك أنت ولا حق الله يرحمه، أنت بتدوري على حق البت الغلبانة اللي الدنيا مرمطاه. طب أروح أقول لهم إيه بس؟ قولي لهم إن أنت مرات ابنهم، وإن دي لحمهم ودمهم، وان هم لازم يحافظوا عليها. ولا يبقى فاضل ايه؟ هقولك انا هاجي معاكي. ايه قولك؟ صحيح يا خالتي. اه صحيح. هو احنا رايحين نشحت يعني؟ احنا رايحين نطالب بحقنا، وبعدين اذا لازم الامر هاخد معايا امير ولا زياد ونروح لهم. يمكن يكون الزمن غير رايهم. قومي قومي ارتاحي. انا اذنك يا فتحي. اتفضلي يا حبيبتي. سيبك انا بقى. ربنا يخليك ليه. خلص ايه لسه ما بيردش؟ ده قافل تليفونه. اقول لك ما تتصلي بعمر كده وتقولي له يسال عليه. واتصل انا بيه ليه؟ ما تتصلي بيه انت. هو كمان قافل تليفونه. عادي يعني تلاقيهم بيسيعوا مع بعض. يعني ايه بيسيعوا مع بعض؟ تلاقيه تليفونه مقفول عشان بيعمل شغل، وطالما هما الاثنين قافلين تليفوناتهم يبقى اكيد بيعملوا حاجه مهمه. انت هتضحكي على نفسك؟ هو في راجل بيبقى قافل تليفونه ومعاه صاحبه الانتيم الا اذا كانوا بيعطوا سوا؟ ايه يعني انا راضي؟ خايبه. انت ليه كده قافشه عليا من الصبح؟ في ايه؟ مالك؟ عشان مش عاجبني اللي حصل، ومش عاجبني كمان انك تمضي على الورق اللي المحامي مضاكي عليه النهارده. يوه في ايه؟ انت بتقليني كده ليه يا جليله؟ عشان الحكايه مقلقه فعلا يا حلو، يا اللي ما بتسمعيش غير نفسك وماشيه ورا دماغك انت وبس. لا ولا انت غيرانه؟ غيرانه؟ غيرانه من مين بقى ان شاء الله؟ مني. انت مجنونه؟ اغير من اختي الصغيره؟ اه طبعا غيرانه مني، عشان كلها شهر ولا تاني وهتلاقيني قاعده في شقه على النيل وراكبة عربية محدش في الحارة دي كلها حلم بيها ولا فكر يحلم بيها. انتي الغيرة هتاكل قلبك. انتي فاكرة ان انا مش واخدة بالي؟ ما كنتش اعرف انك عبيطة للدرجة دي. هو خلاص الواد كل عقلك لدرجة انك ما بقتيش تشوفي قدامك ولا تحاسبي على كلامك يا سلمى. عاجبني يا حبيبتي ومش هسيبه. اقولك بدل كده ما تقعدي مركزة معايا، ما تتشطري وتجيبي رجل عمر، يمكن ربنا يسهلها لك ويفتحها في وشك. انتي مريضة؟ اه أنا اللي مريضة ولا أنتي مش واخدة بالك من نفسك؟ ما ترد بقى الله يخرب بيت أمك. بس
شكرا. ايه يا سلامه ما تسيبني؟ لو ما بعدتش عني هصوت والم عليك امي تلاقي لا اله الا الله. يا ريت. لو ليه صحيح؟ هو الحلال للغريب حرام على ابن الحته ولا ايه؟ دليل الادب. بقول لك ايه؟ سيبني. مش هو ده اللي انت بتجري وراه ولا ايه؟ عملنا ايه بالحب والنحنحه والحاجات دي؟ ولا حاجه. ما دام ولا حاجه، ليك شوف حاجه يا سلامه. قال يا شوق. خير. عايز اعرف بنت حتتي كانت فين؟ مالكش فيه يا عينيا. كنت تقربي ان شاء الله؟ عيب الكلام ده. هو انت ما تعرفيش ان بنات حتتنا مسؤولين منا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بلاش اللون ده، ما يعجبنيش، واخلع بقى. اخلع يا بت. هدومي؟ تصدق انك قليل ادب بجد. بقول لك ايه؟ اوعي تكوني فاكره ان سلام اللي كان فاكرك حته البقلاوه في حياته هيسيبك تخربشيه، تبقي هبله. اطلعي. بس خلي بالك، ابوكي ده راجل غلبان، ما ينفعش على اخر الزمن يتقال عليه معرفش يا ربي. ماشي يا سلامه. قلت له ان انت فرح واحده صاحبتك. في ايه؟ مالك عامله كده ليه متعفرطه؟ اهو ده اللي انت فالحه فيه. امشي ورا دماغي يا بت. اسمعي كلامي يا بت. انا اللي هعمل واسوي يا بت. اهي باظ ارتعتي؟ ايه اللي حصل؟ عمل ايه اللي يتعوج ما يتعدل ولا تقوم لقومه؟ عايز اتجوزني. ايه ده؟ بجد صحيح؟ ما تنشكحيش قوي كده يا اختي. عايز يتجوزني شهرين ثلاثه. اتنين يفرقوه ما يقومش من تحت ايديهم. الواطي. قال بيعرض عليا 70,000 جنيه، فاكرني بيعه شروه المعفن. استني، 70 ايه؟ لا 70,000؟ لا لا لا، اقعدي بقى كده وترستعي عشان انا عايزه افهم. تعالي. وايه بقى اللي عايزه تسمعيه؟ يا بت مفيش حاجه في الدنيا دي بتتاخد قفش الا حاجه واحده بس، الفقر. انما اي حاجه تانيه لازم تتعقل وتتقلب يمين وشمال وفوق وتحت. انت ايه في دماغك دي؟ زلط. بقولك عايز يتجوزني شهرين ثلاثة، انت مش فاهمة ده معناته ايه ولا ايه؟ يا خايبة يا خايبة، عبد العزيز ده بيختبرك، بيشوفك هتعملي ايه. يختبرني؟ وحتى لو مش كده انت هتتجنني ولا ايه؟ يا بت، الست هي اللي تقدر تخلي الراجل يعيش معاها العمر كله، وهي اللي ممكن تخليه يطفش بعد ساعة واحدة بس. بعدين عبد العزيز ده فاضله قد ايه في الدنيا؟ انما انت بقى حلوة وصغيرة، ومفيش حد يقرب منك ويسيبك أبدا. بس كويس إنك سبتي. هو قال لي لو رحت الشغل بكرة هيعتبرني كده موافقة. أنا هروح له وهقول له إنك حكيتي لي على كل حاجة، وإنه لو لا 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 استني. لو كده أروح له أنا بقى وأقول له إن أنا هعتبر العرض اللي عرضه عليا ده جواز حقيقي، وال70,000 جنيه دول مهري. ايوه كده، فرحي قلبي. احبك وانت مشغله مخك. ويبقى يوريني بقى يقدر يبعد عني ثانيه ازاي. يا بنت انطق، اتكلمي، لساني وجعني من كتر الكلام. طب اجيب لك حاجه يا اختي تاكليها؟ عايزه حاجه. يا فرج ربنا، طب ما انت حلوه اهو لسه بتتكلمي. طب بقول لك ايه، انا اول ما هروح هروح للاستاذ امير. لا مش عايزه حد يعرف عني اي حاجه. حتى الاستاذ امير؟ ليه يا اختي؟ هو ايه اللي حصل؟ هو يا ربي ما فيش حد عدل في الدنيا دي ولا ايه؟ يا ريت كل الناس زي استاذ امير، بس انا مش عايزه جابر يعرف عني حاجه. جابر؟ الله يخرب بيته. جابر الواطي، ابن الواطي. اصل جابر ده نوع من الرجاله ناقصه، ما بيعملوش يا اختي راجل غير على الغلبانه اللي معاه. انا تعبانه قوي يا سامي،
مش عايزة أرجع الحارة، مش عايزة حد يعرف عني أي حاجة، مش عايزة حد يعرف سكتي فين. اطمني يا حبيبتي، أنتي هنا محدش هيعرف لك طريق. بصي أنا هخرج دلوقتي أظبط الدنيا وهبعت لك البنت جيجي، اطلبي منها اللي أنتي عايزاه كله. أوعي إيه تتكسفي، ولا أنتي بقى مش لدد عليكي سامية؟ أنا عاوزة أنام. لا حول الله. طب نامي نامي. أنا مبسوطة أكتر منك. عمري ما كنت أتخيل إن الدنيا تفرحني قوي كده. ليلى في بيتها مبسوطة بتحب حسام، مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تضايقها، ولا حتى في الدنيا ممكن يضايقها. حسام وليلى في حضنه. الحنان اللي في عينيها بينسيه أي وجع، مش بيخاف من أي حاجة ولا أي حد. أنا أعمل لك مفاجأة، يعني جايب لك حاجة بسيطة كده عشان تفتكريني. أنا فاكراك دايماً، مش محتاجة حاجة تفكرني بيك. غمضي عينيكي. تفتحيش، ما تفتحيش. فتحي. دي ليه أنا؟ آه. دي حلوة جدا. أول مرة حد يجيب لي هدية حلوة كده، أنت جبت لي قبل كده بس يعني. دي أول مرة أجيب هدية لحد. جبت لي قبل كده على فكرة، يوم عيد ميلادي، أنت ناسي ولا إيه؟ بس أنا برضو بحبها. رايح فين؟ حسام؟ ليلى؟ قلت لي بقى زمان كانوا بيعملوا مع خدام الملكة. حسام؟ مش كده؟ أنا بقى عايز أطمن على نفسي. حسام؟ قدامي؟ حسام؟ قدامي؟ حسام؟ قدامي؟ حسام؟ باشا مساء الفل. مساء الباشا. ده ايه ده؟ ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ ده انت صحتك جت على السجن اهو. اصل بصراحه يا باشا الاكل في السجن حلو قوي، خصوصا الاسكالوبات والبنيات والحاجات دي. اه والله، اصل الحكومه واضح انها بتربينا عشان تذبحنا على العيد. اقعد. لا يا باشا ما يصحش نقعد قدام سعادتك. صح يا باشا، انا كنت لسه اقول حالا كده، ما ينفعش. باشا برافو عليك، حلوه دراسه التاريخ. يا باشا احنا عارفين احنا اللي جايين لمين كويس، لازم نذاكر. تمام، لازم تعرفوا ان احنا شغلنا على كبير قوي وفي كل حاجه تقريبا. واحنا يا باشا من ايدك دي لايدك دي. انا طول عمري اقول ان لقمه العيش مهمه جدا، وان كل واحد لازم ياخد حقه تالت ومتلت، وخاصة لما يكون رجالة من رجالتي، حقهم لازم يتاخد أول بأول. أصل الزمن تجوز لما تتأخر الفلوس. على النعمة أنت صح، ومية المية 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 كلهم راضين عليك والله يا باشا. في الأمثال قالوا إيه؟ قالوا يا باشا؟ قالوا إيه صح يا باشا؟ قالوا اتعم الفم تستحي العين. لا مؤاخذة يا باشا، المثل ده غلط. أنا ما قصدتش حاجة يا باشا، بس يعني العين ما بيبلاش إلا التراب. وسعادتك الناس اللي معاك لازم تبقى لا مؤاخذة مللهم عينيهم، مش بطنهم. البطن عمرها ما بتشبع يا باشا.
يعني تديهم الامان، يحسوا انه مفيش حد في الدنيا ممكن يركب عليهم. هات اللي عندك. احنا رجالتك يا باشا وتحت امرك، بس عايزين الثقه. يا ابني يا ابني انا ما كنتش واثق فيكم وكنت اشتغلتكم معايا. باشا مش واصله لسعادتك، الثقه يعني منطقه باشا. وتقدر عليها؟ جربنا. وفي حاجه كمان. الاوامر لكل اللي في المنطقه تبقى عن طريقنا احنا الاثنين. الله ما تهدى كده شويه، انت مالك داخل بصدرك كده ليه؟ مش لما تديني اماره الاول. باشا انا اقصد بكره. ماله بكره؟ ما تشيلوا الواد ده من دماغكوا بقى. ده واد واطي يا باشا. طب عليا النعمه ما جيت جنبه، هو اللي غز نفسه وراح جاب البنت نبوايا المبططه وقعدوا بقى يلوك لوك بقى عند سياده الضابط وكده يعني. انا مش عايز مشاكل خالص في المنطقه. سامعين انتوا الجوز ولا لا؟ الموضوع خلاص خلص وانتهى. وانا طالع اعمل عمره وعايز ارجع الاقي كل الامور مظبوطه 10 على 10. ترجع بألف سلامه يا ريس، وان شاء الله عمر مبروكه باذن الله يعني. اهم حاجه بس تدعي لنا هناك كده ربنا يحسن سوءنا في العمليه اللي جايه ديت. وسبح بقى حضرتك. خلاص بقى انت هتشحت. عن اذنك يا باشا. عن اذنك. يلا باشا يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عثمان بيه موجود؟ دور من حضرتك. ناس من بلدياته. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا عثمان بيه؟ ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره. طب مش حضرتك تعرف احنا جايين ليه الاول؟ من غير ما اعرف بره. يعني انا بقول احنا عاذرين حضرتك، لان اكيد حصلت حاجات زمان هي اللي مزعلاك، لكن القديم ده يعني فات ومات خلاص. احنا جايين النهارده عشان نصفيه ونرجع الميه المجاريه. انت بتقولي يا مجنون انت كمان؟ اطلع بره يا عبدو. اه يا فندم. انت الخدم يرمي الست دي بره ورجلها ما تعدبش باب الفيلا تاني. حرام عليك، حلمك علينا شويه. ده انت شايط فينا من ساعه ما دخلنا. ده احنا لو بنشحت منك مش هتعاملنا بالشكل ده. ايش حال ان احنا لينا حق عندك؟ حق ايه يا مخبوله انت كمان؟ خبل لما يعفرطك ويخليك ما تعرف راسك من رجليك. جرى يا راجل انت؟ انت فاكر ايه يعني؟ إن هما يعني ساكتين وصابرين عشان مش قادرين يقفوا قدامك؟ لا، هما لهم حق عندك. إذا كنت أنت نسيت هما مش هينسوا. جوزك اتنازل بإرادته عن كل اللي ليه يوم ما قرر يتجوز واحدة زيك من الشارع. أبوه اللي هو أبويا كذب كل حاجة باسمي أنا، وبالقانون مالكوش أي حق عندي. طب وحق بنت أخوك؟ وحق أخوك؟ إذا كان أبوه نفسه اتبرأ منه، عايزين أنا بعمل إيه؟ يعني مفيش فايدة؟ بره عبدو. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منك لله، منك هقتله، هقتله. لا 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 ل
ما تسيبنيش لوحدي تاني، ما تسيبنيش لوحدي تاني. أنا لازم أبقى لها كويس. أنا هقلب الدنيا عليه. ما تخافيش. البلد ده أكيد فيها حكومة وأكيد هناخد حقنا. ما تخافيش. حسام ما تمشيش، ما تمشيش. حسام.